اكدت هيئه التخطيط والتطوير العمراني على ضروره الاطلاع على القوانين واللوائح والقرارات المنظمه لتصنيف وتعمير العقارات ولاعمال تقسيم وتعمير الاراضي قبل الاقدام على شراء او بناء اي عقار وذلك لضمان التنميه العمرانيه المستدامه وبينت الهيئه اهميه المام الملاك والمطورين بالاشتراطات المنظمه لتصنيف الاراضي والوارده ضمن القرار رقم 28 لسنه 2009 والمتعلق بالاشتراطات التنظيميه للتعمير في مختلف المناطق بمملكه البحرين، وكذلك الاطلاع على الاشتراطات المتعلقه بتنظيم عمليه تقسيم الاراضي والوارده ضمن المرسوم بقانون رقم 3 لسنه 1994 بشأن تقسيم الأراضي والمُعدّة للتعمير والتطوير، وبما ورد في اللائحة التنفيذية لها من معايير فنية تخضع لها عملية تقسيم الأراضي